أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة من العناوين. على صحيفة المدى، جماعات الكاتيوشا تختبر وعود حصر السلاح والحكومة تلمح لهوية الفاعل. على الهيئة نت، 4 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق. القدس العربي، بدء فرض حظر التجول في عدد من أحياء بغداد لمواجهة كورونا. على العربي الجديد، عباس، فلسطين أصبحت بحل من الاتفاقات مع أمريكا وإسرائيل. على الجزيرة نت، حكومة الوفاق توسع سيطرتها غربا وقوات حفتر تتراجع عن طرابلس. العرب اللندنية، إنذار أمريكي جديد لإيران، إياكم والاقتراب من سفننا في الخليج. على الشرق الأوسط، 1539 وفاة جديدة في أمريكا، وترامب يجدد اتهامه للصين بالتسبب بكورونا. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن طهران قررت خفض التصعيد في العراق على خلفية وصول مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الحكومة. وأكدت الصحيفة أيضا في تقرير لها أن إيران أمرت وكلاءها من الميليشيات بوقف هجماتها الصاروخية على القوات الأمريكية في العراق. الصحيفة تشير إلى أن إيران بعد سنوات من التوترات التي كادت أن تؤدي إلى اشتعال فتيل الحرب خففت نهجها تجاه الغرب وانتقلت من سياسة الاستفزاز إلى سياسة التعاون المحدود. ويعكس هذا التغير محاولة إيران تجنب المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة التي يقول الإيرانيون بحسب الصحيفة إنها قد تفيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني المقبل. وترى الصحيفة أن الأمريكيين قابلوا هذا التغير في سلوك إيران بشكل هادئ وغير مباشر، رغم أنهم يرفضون الإقرار علانية بأي تغيير في الموقف الإيراني. ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن هذه البدايات بالمجمل تمثل انفراجا أوليا حتى وإن لم يستمر أو يؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية بين إيران والولايات المتحدة، فقد خفض بالفعل توتر العلاقة مقللا من خطر النزاع المفتوح. وتشير الصحيفة إلى أنه بعد أشهر من هجمات الكر والفر على القوات الأمريكية في العراق والتي دفعت الولايات المتحدة وإيران إلى حافة الحرب في كانون الثاني الماضي، أوقفت طهران نشاط الميليشيات الموالية لها وتوقفت الهجمات إلى حد كبير. وتلفت الصحيفة إلى عدم معارضة طهران تولي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المدعوم أمريكيا. وبحسب الصحيفة فإن إيران لم تقبل بالكاظمي الذي يعد خيارا أمريكيا، ولكنها ضغطت على الأحزاب الحليفة لها في العراق لدعمه، مشيرة أيضا إلى أن المسؤولين الغربيين اعتبروا ذلك انتصارا لواشنطن على طهران. ظهرت بوادر تغير في خطاب الكاظمي بعد مرور 12 يوما فقط على تعيينه رئيسا لوزراء العراق، فبعد أن كان يؤكد أن حكومته تنوي التحضير لإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، أعرب خلال لقاء مع السفير الأمريكي عن أمله في أن تتوصل الدول أو أن تواصل الدول دعمها للعراق في حربه ضد داعش. هيفاء زنجنة تتساءل في صحيفة القدس العربي، ما هي دلالات تغير خطاب الكاظمي ولماذا داعش الآن؟ وما هي الجهة المستفيدة من ظهوره في هذا التوقيت بالتحديد؟ هناك جهات عدة تحتاج إلى إعادة نفخ الروح بداعش أو استحداث غيرها إذا ما استدعت الضرورة. بالنسبة إلى البقاء الأمريكي بالعراق، هل من قبيل الصدف قيام داعش بعمليات متفرقة في البلد؟
والنظام مقبل على مناقشة وإعادة النظر في تفاصيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق وأمريكا بداية الشهر المقبل. أما بالنسبة لإيران، يوفر ظهور داعش أرضية شاسعة لاستمرارية بقاء وسيطرة الميليشيات الموالية لها على الرغم من تزايد الغضب الشعبي على وجودها بعد أن ثبت قيامها باستهداف منتفضي تشرين وحملات الاختطاف والاغتيال التي طالتهم. ويشكل ظهور الداعشي طوق نجاة للحشد الشعبي الذي انحدر شعبيته التي كان قد نالها، إذ يعاني الحشد الشعبي من كساد في الشعبية حتى بين أتباعه المخلصين وغيرهم من أبناء الشعب بسبب فساد القادة وطائفيتهم المزمنة وإخلالهم بالوعود الدنيوية التي بذلت بسخاء للشباب المنخرطين بصفوفه، إضافة إلى توثيق عديد الجرائم التي ارتكبها أفراده في المناطق المحررة خلال أيام قليلة. عادت داعش لتغطي على وباء كورونا وعلى فشل التعامل معه وعلى الفساد المكشوف وكل ما يراد التستر عليه إعلاميا وسياسيا. عادت لتستعيد مكانتها لدى الساسة كأداة جاهزة للترويع وتسويغ الإرهاب بحجة محاربة الإرهاب. الكاتبة ترى أن عودة داعش بات ضرورة حتمية لكل المتنازعين على العراق، وهو الخيار الأفضل لاستمرار منظومة الفساد السياسي والميليشيات. فما أن يذكر اسم تنظيم حتى تبرر سرقاتها أو تبرر سرقاتها ونهبها مليارات النفط، بالإضافة إلى استحواذها على أموال المساعدات الخارجية المقدمة لمحاربة داعش بحجة الدفاع عن الشعب العراقي. لا تبدو القراءة الأولى لمقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير نمط متجدد لتلك المقالات التي كتبها سلفه المستقيل عادل عبد المهدي. مازن صاحب يقول في صحيفة الزمان إن على الكاظمي أن يترجم أفكاره من خلال برنامج حلول يواجه به غضب فجوة الثقة الموجودة بين فرقاء الأحزاب المتصدية للسلطة وبين جوهر الإصلاح الشامل المنشود لمواجهة تحديات الأسوأ في الغضب المتوقع ظهوره مجددا في ساحات التحرير. طيلة 17 عاما مضت لم تظهر أحزاب عراقية غير تلك التي جاءت من معطف أحزاب المعارضة العراقية لكل منها مشروعه العقائدي، فيما المفترض أن تتحول تلك الأحزاب المتصدية اليوم للسلطة بالمسؤولية المجتمعية والمساواة بين المنفعة الشخصية والمنفعة العامة للدولة. الفارق الواضح والصريح بين أحزاب عقائدية تكونت في ظروفهم المعروفة وبين أحزاب سياسية مطلوب منها إدارة سلطة في نظام ديمقراطي برلماني. وما طرحه الكاظمي مجرد استمرار لسياسة الاحتواء والتكييف الأمني لحماية واقع مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والأجندات الإقليمية والدولية للأحزاب المهيمنة على السلطة التشريعية، فيما تبدو قراءة ما بين سطور مقالته المنشورة إن مرحلة مفصلية تحتاج إلى إعادة صياغة العملية السياسية برمتها لإنقاذ العراق مما يمر به من انغلاق سياسي. أول مراحل هذا الانتقال يتطلب الخروج من عنق زجاجة الاختلافات العقائدية، فصفة الأحزاب المتصدية للسلطة عليها مغادرة هذا الانغلاق العقائدي قوميا كان أم دينيا، وهذا الانتقال بالدولة إلى مصاف التدبير في عالم متغير بحاجة إلى نموذج متجدد من الأحزاب التي تمثل العراق من الفاو حتى زاخو، وهذا يعني مهمة عسيرة أمام مجلس النواب لإيجاد هذا النمط من الأحزاب. الكاتب يرى أن إعادة هندسة الأحزاب المتصدية للسلطة لابد أن تلغي أعراف مفاسد المحاصصة من خلال تعديلات يتفق عليها في قانوني الأحزاب والانتخابات، كما أنها تحتاج ليس إلى إسقاط فرض في مقال سياسي يذيل بتوقيع رئيس الوزراء، بل إلى مشروع قوانين تؤسس لدولة المؤسسات.
يتقنه حزب الله اللبناني لعبة تقطيع الوقت، ونجح سابقا في ضبط الزمن اللبناني على توقيت ساعة طهران، وحرصا أيضا على أن يسير باتجاه واحد وبالغ في قدراته، وفاض أيضا في قوته على حماية زمانه ومكانه، إلا أنه صدم بتوقيت آخر يسير باتجاه آخر فرضته انتفاضة اللبنانيين في 17 أكتوبر. مصطفى فخس يرى في صحيفة الشرق الأوسط أنه في الحالة اللبنانية وأمراضها المستعصية بات الانتظار مكلفا جدا. نتابع. في حسابات الربح والخسارة فإن المنظومة اللبنانية الحاكمة تمعن في إضاعة الوقت، وهي تقطعه وفقا لهندسة رسمها الحزب الحاكم على قياس انتظاراته ورغباته التي لم يعد لدى اللبنانيين قدرة على تحملها، بعدما وضع عقارب ساعة السراي الحكومية خارج التوقيت الدولي والإقليمي والعربي والمحلي، ولا تتزامن مع البنك الدولي وصندوق النقد ولا المانحين أو المتبرعين ولا حتى المسعفين. في مشروع هندسة الانتظار كان الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله واضحا، فقد وضع اللبنانيين أمام استحقاقات حزبه الداخلية والخارجية، مطالبا بإعادة إحياء العلاقة مع نظام الأسد، والأخطر أن عودة نصر الله لخيار التطبيع مع الأسد جاء في التوقيت القاتل عشية دخول عقوبات قيصر الأمريكية حيز التنفيذ في 1 حزيران المقبل، والتي ستضع الدولة اللبنانية تحت مجهر الخزينة الأمريكية. وقد يؤدي خرق العقوبات من قبل جهات لبنانية رسمية إلى أعباء مالية واقتصادية جديدة نتيجة لعقوبات أمريكية محتملة، إلا أن نصر الله ومن موقع المرشد للجمهورية اللبنانية قدم مشروع جدوى اقتصادية لهذه العلاقة من بيروت إلى بغداد عبر دمشق، معيدا التذكير بالأهمية الاستراتيجية لمعبر البوكمال وربط البضائع والصناعات اللبنانية إن وجدت بالأسواق العراقية. الكاتب يقول إنه بالنسبة لحزب الله قد تكون هذه الطريقة أو هذا الطريق ربما يكون منفذا للاقتصاد اللبناني، ولعلها تساعده على تخفيف الأعباء المعيشية في مواجهة شروط صندوق النقد الدولي في أثناء مرحلة الانتظار الإيرانية التي أخذت لبنان دولة وشعبا رهينة بانتظار انفراجة أمريكية إيرانية تبدو مستبعدة. لكي يخرق وزير الخارجية الأمريكي الحظر الكوروني ويسافر إلى الكيان الصهيوني، لابد أن ثمة شديدا قويا يتطلب ضبطا، رغم أن طبيعة العلاقة بين إدارة ترامب ونتنياهو لا تعاني من أي تشويش على الإرسال والتلقي والتفاعل. عبد الوهاب بدر خان يرى في صحيفة العرب القطرية أن الطابع العاجل للزيارة أوحى بأن هناك تفاصيل يجب وضعها على الموجه أو على الموجة نفسها بين الجانبين على قاعدة التوافق وليس الخلاف بين حليفين. نتابع. في الكلام العلني قال مايك بومبيو كل ما تمنى نتنياهو سماعه عن تأييد واشنطن عزمه على ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، إذ أكد الوزير الزائر تأييد حق إسرائيل في فرض السيادة على هذه المناطق استنادا إلى خطة مسمى صفقة القرن على أساس الإرادة الأمريكية وليس القانون الدولي. مع ذلك هناك خلاف على السيناريوهات وعلى ملفات أخرى ذات صلة. في نظر نتنياهو لابد من إنجاز خطوة الضم اليوم وليس غدا، للاستفادة أولا من الانشغال الدولي والإقليمي بجائحة كورونا ما يقلل من التداعيات، وثانيا لاستباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية ما يعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد تعريض خططه لمفاجآت سلبية غير مستبعدة قد لا تكون لمصلحة إعادة انتخاب ترامب. الواقع أن الفيروس الطارئ عدل من أولويات إدارة ترامب التي باتت تتوقع من الحلفاء ولا سيما إسرائيل
أي الصف معها في حربها ضد الصين. والمسألة لا تقتصر على اتهامات واشنطن لبكين في شأن كورونا فحسب، بل تمتد إلى أبعد من ذلك، إلى التنافس على القيادة الدولية. الكاتب أيضا يشير إلى الحديث عن مواصلة العمل لإنهاء الوجود العسكري الإيراني في سوريا وسط مؤشرات على أن حصول تفاهم مستجد بين واشنطن وموسكو اللتين تعتبران أن ثمة تحالفا يتعمق بين إيران والصين. لكن ذلك وجد بومبيو ضرورة للحديث المباشر مع الإسرائيليين، إذ إن ضم الأراضي الفلسطينية تحصيل حاصل، لكن قبل ذلك ينبغي للحليفين مواءمة الأولويات. سلط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على الانتصارات الأخيرة التي حققتها قوات حكومة الوفاق الليبية ضد قوات حفتر وتحريرها قاعدة الوطية الجوية. وقال الموقع في تقرير له إن التدخل التركي في ليبيا، والذي تميز بشكل كبير باستخدام الطائرات المسيرة، ساعد على تغيير التوازنات أو تغيير التوازن على الجبهات. الموقع يضيف أنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية قامت قوات حكومة الوفاق الوطني وفي إطار عملية عاصفة السلام بمحاولة السيطرة على قاعدة الوطية الجوية التي يتمركز فيها حفتر، ولكنها أخيرا تمكنت من بث السيطرة عليها بعد أكثر من أسبوعين من تنفيذ الضربات الجوية المكثفة. وشدد الموقع على أن مراقبين في طرابلس يعتقدون أن سقوط قاعدة الوطية سيخفف من الضغط على طرابلس وينهي أحلام حفتر ببسط سيطرته على جميع ليبيا، وجعلهم يقولون إن حلفاء تركيا يكسبون فيما الطرف الآخر يخسر. وأكد الموقع أن حفتر كان قد رفع الرهانات في 27 نيسان بإعلان نفسه الزعيم الليبي الأوحد ورفض اتفاقية الصخيرات في عام 2015، والذي تم بوساطة الأمم المتحدة لتوحيد البلد، ولكنه لم يطبق بالكامل. وبعد معاناته من نكسات في ساحة القتال، قامت قواته بإطلاق عملية طيور الأبابيل في 5 أيار في محاولة للسيطرة على العاصمة، وهو هدف فشلوا في تحقيقه منذ هجومهم في نيسان 2019. وقال الموقع إن حفتر ولد بادعائه السلطة مؤخرا لنفسه رياحا معاكسة على الساحة الدولية، ويعود ذلك إلى ازدرائه لحلفائه في مجلس طبرق والضحايا المدنيين التي تسببت بها هجماته على طرابلس. وختم الموقع أيضا بالقول إنه قد يؤدي توازن القوى الجديد إلى عودة الجانبين للإطار الذي تم الاتفاق عليه في برلين في كانون الثاني، والذي يدعو لتسوية من خلال تفاوض في عدة لجان، كما أن برلمان وحكومة طبرق قد يصبحان أكثر استعدادا للحوار مع طرابلس بعد ازدراء حفتر لهما. بعد شهرين من الإغلاق التام للوباء القاتل، دخلت إيطاليا مرحلة جديدة من تخفيف القيود مع فتح المتاجر وعودة مراكب الجندول الشهيرة، وإن بخجل، إلى القناة الكبرى في البندقية، ناقلة عددا قليلا جدا من الركاب لعبور هذا المجرى المائي بانتظار عودة السياح الغائبين. وقد نقل سائحا مركب بعدما وضع قناعين وقفازات في الجندول الأسود راكبا وحيدا لعبور القناة الكبرى، ويعتمد التباعد الاجتماعي على متن المركب من مسافة 1 متر بين المقعد والآخر، أنها رسمت حدودها بواسطة شريط لاصق على أرضية الجندول. ويحق لهذا المراكب أو لهذه المراكب يحق لها طبعا، والتي تشتهر بها البندقية نظريا، استئناف نشاطاتها، لكن الحركة تبقى بطيئة جدا مع غياب السياح عن المدينة، ويبقى عدد المراكب قليلا جدا في المياه، ويفترض أن تستأنف نشاطها فعلا بعد إعادة فتح الحدود أمام السياح الأوروبيين في 3 حزيران المقبل. إلى الرسوم الكاريكاتورية.
نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.